طب معلش بالراحه يعني، مثلا تعالوا نجرب كده تجربه بسيطه، نجربها عشان بس نسنك. زين زين، شوف له اي سؤال عندك يا احلى سؤال لسه حزلقوه. يلا نجربه. سؤال سهل. ما هي الاداه التي نستخدمها لاخذ السيلفي؟ 1 البلطة، 2 الترمومتر، 3 المكوى، 4 الكاميرا. الكاميرا يا حيوان، انت بتجاوب ليه يا عم؟ انت بتيجي عليا ليه؟ ده جزاتي يعني لما اقول اجابه صحيحه؟ يا جلوس الطير، احنا بنختبر الطريقه ما بنختبروكش. ايه ده، شوف لي سؤال تاني عندك. طب ما نعيد له نفس السؤال يا كبير. ما تفرضنيش انت كمان، ما انت هتقول له تاني حجاوب نفس الاجابه. شوف واحد تاني. ماشي جتكم 60 ليله. ركز يا حزلقوم، ما هي عمله الولايات المتحده الامريكانيه؟ 1 الجنيه المصري، 2 الايوان الصيني، 3 فرنك سويسرا، الفرنك السويسري، الدولار الامريكي. أربعة. يا مهد كريم يا رب. الله ينور عليك يا حسن قوم. يا مهد كريم يا رب. أعمل بيهم إيه بقى؟ ها؟ مش دول نظام أحمد معاه 4 بروتوكولات؟ ناخد 2 نرميهم البحر، واختار رقم في سري، فأنت تنزل بالكوبة قش. قش القطر السواق وعمل. هجرس. أمرك يا كبير. يوم الاثنين هنركب القطر الساعة 8. سيبهم على 4؟ يطلع سرعة القطر. لقي بحر معلومات. كأنه جاتني ذبحة شرجية. هات لي شوية نشا. نشا؟ ما عندي نشا كبير. ما عندوش نشا. استلف لك يا كبير. وين؟ اقعد اقعد. يوم التنين الساعة 8 نركب القطر. من هنا لحد يوم التنين ما وراكش حاجة غير انك تذاكر له بس. موضوع الكحة دي. دخل في موضوع يمين ولا شمال؟ اعطيه بالكف. لا وكل البرغة. انت بتقول يا كبير ده عبال ما يفهم موضوع الكحة هيدي لي ربه. قعالتك ابقى عالتك. طيب وتعالي دمي من الروماتايد. ابقى عالجها. وابويا تجيب له دولفكار. ابوك اهل اجيب له دولفكار. مش نزاهة والله يا كبير، دي عشان يوصل بيها الطلبات على الدولفكار. انا جبت اخري، انا حدايا الطبنجة وعمرانة، اللي هيقول كلمة عبسية حفضيها في نفوخه. ممكن سؤال صغير؟ هو مش دولفكار ده ممثل؟ حاتم دولفكار؟